في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف مسؤولي نادي الزمالك شرط البرتغالي جيسفالدو فيريرا من أجل العودة مرة أخرى لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته عقب خسارة لقب الدوري العام. وأكد مسؤولي الزمالك أن أحمد وأمير مرتضى عقدا جلسة مع المدير الفني في البرتغال خلال الساعات الماضية من أجل التفاوض معه على العودة مرة أخرى، ولكنه اشترط أن يعود مرة أخرى ولكن في شهر أكتوبر المقبل لانشغاله ببعض الأمور الشخصية. وشدد المجلس أن جميع الأمور مطروحة وما زال النادي في مرحلة المفاوضات مع العديد من المدربين لاختيار أحدهم خلال الأيام المقبلة، خاصة في وجود منافسة شديدة أيضا مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز وأربعة مدربين آخرين على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.